نسي أهل سبأ أن الثراء والغنى امتحان من الله تعالى، وبلغ إعراضهم درجة الكفر، فجاءتهم العقوبة من مصدر رزقهم. السلام عليكم. حضارة سبأ من الحضارات التي قامت في مأرب باليمن قبل الميلاد 11 قرنا. أنعم الله على أهلها نعما وفيرة وبارك لهم في الأرض والمال. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، علامة دالة على بديع صنع الله وجلاله وجماله، وعبرة لمن يعتبر. أغدق الله عليهم من فضله وكرمه جنتان عن يمين وشمال. كان لهم واد عظيم تأتيه سيول وجداول، فبنوا سدا محكما كان آية معمارية تحتجز المياه في بحيرة بديعة. استثمروها خير استثمار فبدت جنتان عن يمين الوادي وعن شماله، وافرة الثمار متنوعة العطاء. سد مأرب ما تزال آثاره حاضرة إلى اليوم. كان يسقي أطراف العاصمة المترامية الأطراف. تحولت سبأ بفضل أنظمة السقاية فيها إلى أجمل مناطق اليمن وأكثرها خصوبة ونماء. تحكي المصادر التاريخية عن قوم سبأ بأنهم كانوا يقيمون علاقات تجارية قوية مع كثير من البلدان، وكانوا يسيطرون على الطرق التجارية بسبب موقعهم الجغرافي. قال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. كان الواجب عليهم، وقد وفر الله لهم أفضل أسباب الحياة، أن يشكروا الله تعالى على نعمه وفضله، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. قال تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. دعاهم ربهم ليجعلوا من طيب بلدتهم بابا لطيب نفوسهم وحياتهم، وفتح لهم باب التوبة ودعاهم إلى المغفرة، ولكنهم لم يفعلوا. قال تعالى: فأعرضوا. نسي أهل سبأ أن الثراء والغنى امتحان من الله تعالى، وبلغ إعراضهم درجة الكفر، فجاءتهم العقوبة من مصدر رزقهم، وانهار عليهم السد وفقدوا أسباب الحياة. سيل عرم سوى مدينتهم بالأرض ودفن حدائقهم تحت التراب، وعطل أسباب حياتهم وشتت أهاليها وشردهم إلى شمال الجزيرة وإلى بلاد الشام. قال تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. عادت المنطقة صحراء قاحلة ليس فيها إلا نباتات صحراوية لا تكاد تجد فيها نفعا، الخمط والأثل والسدر، تبدل كل شيء إلى الأسوأ بسبب كفرهم وعنادهم. ذلك جزيناهم بما كفروا. الآن القرآن الكريم يجعل من هذه القصة قانونا. ذلك جزيناهم بما كفروا، أي عاقبناهم بسبب كفرهم. وهل نجازي إلا الكفور؟ أي وهل نعاقب بمثل هذه العقوبة إلا كل كفور بربه لم يشكر نعمه؟ لافتة ترفع في كل زمان ومكان، وتطبق على الأفراد كما تطبق على المجتمعات. واللبيب تكفيه الإشارة، فهل من معتبر؟ دمتم في أمان الله.